السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء وداك. عندنا اخبار اللي واعره، وايضا غادي نطرحوا واحد التساؤل على حفيظ الطراجي، علاش ما دواش على هذا البلان. نبداو بالتفاصيل. اول نبداو مع اشرف حكيمي، واحد الخبر اللي صراحه مفاجئ. واحد الفريق كان غادي ينضم ليه في صيف 2020 لولا هذا الحدث، بحيث كشف حسن صلاح ميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عملاق الالمان عبر صحيفه بيلد الالمانيه، قال بأن الفريق البافاري كان يضع أشرف حكيمي في مخططه في صيف 2020، وأنه كان على وشك التعاقد معه قبل انضمامه إلى إنتر ميلانو وقتها. وأضاف أن العجز المالي الذي سببته كورونا حال دون تمكنه من ذلك، مشيرا إلى أن المغربي كان مطلوبا وقتها من طرف عدد من الأندية العملاقة في أوروبا. وبالنسبة للزلزولي، حسب صحيفة بي سوكر الإنجليزية، قالت نادي نوتنغهام فورست يسعى للضم المغربي عبد الصمد الزازولي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن مهمتها لن تكون سهلة في ظل تمسك فريق برشلونة باللاعب المغربي. وواحد القضية، هاد النادي راه ديجا توج بالشامبيونز ليغ شحال هادي، ويلاه طلع عاوتاني هاد العام البريمير ليغ بعد ما كان مهوت في دوري الدرجة الأولى. يعني كاين منافسة قوية في إنجلترا، ولفرهامبتون ونوتنغهام، وتقدر تدخل فرق أخرى أو لا يقدر يبقى في البارسا من رجع من أوساسونا. أش بان لكم في هاد البلان؟ بخصوص موضوع حكيمي اللي دار درجة البارح في القضية الفرنسية اللاعنة، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، قالت من مصادر ذات الخاصة أن أشرف حكيمي ينفي جميع التهم ضده، حيث قال أنها تهم زائفة تماما وليست صحيحة. أيضا المحلل حاليا راه تيقولوا بلي هذا يعني عارف شنو كاين وما كاينش حاجة اللي خايبة. وواحد الخبر أيضا خرج فرانسا نيت، قالوا بلي الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان متهم باختطاف وحجز وتعذيب رجل أعمال جزائري لمدة 6 أشهر. واحد القضيه كما عارفين، حفيظ الطراجي دائما كيخرج في المواقع وكيدوي على البلانات اللي كتراو الجزائر او شي حاجه عندها علاقه بالجزائر. راكم عارفين هو البوق ديال الكابراناج، بحيث ما دواش على هذا البلان هذا رغم انه ولد بلاده جزائري، لكن ما يقدرش حيت ان القطريين والخليفي مالك بي ان سبور، يعني ليه دواء غادي يتقال وغادي يصيفطوه بحاله. ولكن كاين واحد الرجل جيد صراحه كنحترمه، اللي هو جمال بالماضي مدرب الجزائر، اللي في اختياره ديالو لجائزه الدباس البارح افضل مدرب عطى الركراكي، ومن بعد سكالوني، ومن بعد انشلوتي، يعني الركراكي رقم واحد، وايضا في الحراس طلبونه رقم واحد. وهاد القضيه كنحترموا عليها صراحه من الناس اللي نقيين وصديق الركراكي عكس الاخرين. هذا ما كان اخوت، وتهلاو في راسكم.